لم تتوقع صاحبة هذا الوجه العراقي أن تسرق ابتسامتها وتشوه على يد قصة عنف جديدة فعلها زوجها. الأكثر ألما أنها عروس لم تمضي على مشوار حياتها سوى شهرين. الصدمة الأكبر عندما يكون زوجها معلما وتلك الصفعة شوهت سيرته التربوية، أو كما تقول الزوجة المعنفة. أنا عمري 22 سنة، قبل شهرين تزوجت، هو رجلي معلم رياضيات مثقف من هالسوالف، يعني بالسبعة ضربني بدون سبب، يعني يقتلني على شغلة صح وخطأ يضربني، يعني مو خش معاملة يعاملني بيها. أنا طالبة جامعية، حتى هو متفق ويا أهلي يعني أكمل دراسة، بطني من الجامعة وأنا يعني طالبة جامعية، وهاي هو غير معلم مثقف، هو شبعني ضرب، موتني بضرب لحد ظهري يوجعني. هو أنا إذا أشتكي على مود القانون ياخذ حقوقي، ما وما أريد أبقى يمه، يعني لأن أنا متعذبة بحياتي، تعذبت وهاي الشهرين حل تعذبت. وعلى عاتق مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان واجب التقصي لحالات قد تزهق فيها أرواح ويسري عليها الكتمان في مجتمع تخشى فيه المرأة من فضيحة بذريعة العشائرية. نحن لا نقبل بهذه الانتهاكات التي قاعدة تصير بكربلاء بالنسبة للعوائل، أكو هناك عوائل قاعدة تصير بيناتهم مشاكل. بالنسبة إحنا تدخلنا هواية بين، يعني حاولنا نصلح بين العائلتين أو بين الطرفين، بس ما نحصل على جدوى. يجون يمنا يقعدون ونتفق وياهم، والرجل يعطينا عهود وتعهدات بأن هو ما يكررها مرة ثانية، وإذا به ورا يومين تجينا الحالة نفسها مرة ثانية متكررة وبعد أكثر من الأول. مسلسل العنف الذي بات يهدد نسيج المجتمع العراقي تغذيه غيابات الوازع التربوي والأخلاقي، أسباب لابد لها أن تنهي قصة عنف جديدة. هذه الحالات العنف الأسري تؤثر تأثير مباشر على حقوق الإنسان بشكل عام وحق الحياة بشكل خاص. لو دققنا على أهم الأسباب التي تقف وراء الارتفاع الملحوظ في عدد حالات العنف الأسري، نجد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي له دور كبير في ارتفاع هذا الملحوظ في عدد حالات العنف الأسري. جريمة بحق زوجة حالها كبقية مئات الحالات من المعنفات في بيوتهن، إلا أنها كشفت للإعلام لتكون حافزا لكشف غيرها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.